السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيديو النهاردة هعرفك ازاي تقدر ان انت تنتج من عصافير كوكتيل وبكل سهولة. قبل ما ابدأ الفيديو بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس علشان يوصلكم مني ان شاء الله كل جديد. اول حاجة، اول شرط، انك تجيب قفص يكون مناسب لتربية الكوكتيل. يعني ما ينفعش ان انت تربي في قفص صغير، تربي في قفص كبير زي ما حضراتكم شايفين كده عشان خاطر هو حجمه كبير قريب من حجم اليمام، فما ينفعش ان احنا نحطه في قفص صغير. والقفص ده متوفر وموجود في السوق، تقول بس انا عايز قفص كوكتيل. ويفضل طبعا يكون الفتحات بتاعته ضيقه زي ما حضراتكم شايفين كده عشان لو عندك فئران في البلكونه او اي حاجه. بتوفر له المسقه، بتجيب له المسقه اللي هتحط فيها الميه، تمام؟ وعندنا العش او البياضه، وبتجيب الاكلات اللي انا بجيبها ديت عباره عن طواجن، احسن من الاكلات البلاستيك اللي بتتباع في السوق اللي هي بتتعلق دي، احسن وافضل وبتعيش عندك وبيقدروا ان هم بياكلوا منها وكمان بيتزوجوا فيها. تاني شرط، اهم حاجه تتاكد ان الجزء اللي عندك ذكر وانثى. يعني انت لو جبتهم شبابات تقدر ان انت تفرق ما بين الذكر والانثى في السوق، هيقولوا لك الفرق بين الذكر والانثى. وطبعا انا عامل فيديوهات كتير عن ازاي تقدر تفرق بين الذكر والانثى في الكوكتيل. اتاكدت ان انت جبت ذكر وانثى، خلاص هتحطهم عندك في القفص وتعلقهم في مكان يكون المكان ده ثابت عندك، مش كل شويه تقعد تغيره، لان الكوكتيل بيحب الهدوء. كوكتيل بيحب الهدوء جدا، ما بيحبش الازعاج. ما تقعدش كل شويه تدخل تغير في مكان القفص، تدخله مره في الشقه، تخرجه بره في البلكونه، تحطه في اوضه، لا انت حطيته في مكان خلاص بقى، حسسهم بالامان. حسوا بالامان وخلاص وزي الفل عندك، هيبداوا ان هم بقى ياكلوا ويتغذوا لغايه ما يكبروا ويبدا سنهم يوصل ل 10 شهور او سنه. من سن 10 شهور هتلاقيهم يشتغلوا عندك ان شاء الله. ما بتعلقش البياضه الا ما يوصل سنهم يعني 10 شهور تبدا تعلق البياضه. بتحط في البياضه من جوه نشاره وسط، لا هي خشنه او لا هي ناعمه، وبتسيبهم وتوكل على الله. اهم حاجه كمان انك تحط في القفص لازم يكون العصايه اللي هم واقفين عليها دي مهمه جدا علشان بيتزوجوا عليها، دي مهمه جدا جدا لازم تحطها، ولازم تحطها في نص الايه القفص زي ما حضراتكم شايفين كده، ما تبقاش على جنب عشان خاطر يقدر الذكر يقف على النتايه ويقدر يخصبها بطريقه صحيحه. اهم حاجه كمان انك تنوع في الاكل الكوكتيل. يعني ما ينفعش ان انت تحط الكوكتيل نوع واحد بس من الاكل، ما ينفعش تحط له بيركم بس او فلارس بس، لا، لو انت حطيت الحبوب بتاعتهم هتحط بيركم على فلارس، لازم تحط الخلطه على بعض، ما ينفعش ان انت تحط بيركم لوحده وفلارس لوحده. طيب كمان بتنوع لهم في الاكل ازاي؟ بتحط لهم بيض مسلوق من مرتين لثلاث مرات في الاسبوع، ده مهم جدا جدا ليهم وخاصه للذكر، لانه طبعا بيخليه بيخصب الانثى كويس والبيض بيطلع مخصب. وطبعا مهم جدا للانثى علشان خاطر البيض. البيض بتعمل ايه؟ بتجيب البيضه بتسلقها، بتسلقها كويس جدا، ما تكونش نص سوا ولا حاجه، غلط ان لو انت عملتها نص سوا هجيب لهم اسهال. فلازم تكون مسلوقه كويس جدا، تقشرها وبعدين تهرسها كويس قوي، ومش شرط تحط عليها اي حاجه، يعني مش شرط تحط عليها بقسماط او كلام من ده. ممكن تقدمها عادي خالص، ومن غير ما تحط عليها ملح او حاجه خالص، تحطها من غير اي ملح ولا اي حاجه. طيب، ايه تاني غير البيض؟ بياكلوا كوز الذره، تحطه قدامهم، تجيب كوز ذره تقطعه تقطمه نصين وتحطه قدامهم. البطاطا، الجزر، كل الحاجات ديت بس بكميات قليله، ما بتبقاش كميات كبيره. يعني ما تجيبش مثلا حبات الجزر قدامهم تكون كامله، لا، اقطمها نصين واحطها قدامهم، تمام؟ وبالذات الكوكتيل بقى بيحب ان هو يكون مبشور. يعني ممكن الرز بيقعد ياكل في الجزر لما تكون سليمه، يقعد هو يحرت فيها، لكن في الكوكتيل لازم تبشرها. طيب ايه تاني غير الجزر والبطاطا والبيض؟ عندنا الجرجير. الجرجير مهم جدا جدا خاصه للذكر، برضه بيخلي تخصيب عالي جدا عنده. البرسيم، البرسيم لما تيجي تقدمه للعصافير لازم يكون بايت، يعني تجيب البرسيم وتبيته عندك يوم وتديه لهم تاني يوم، ده مهم جدا. طب وليه ببيته تاني يوم؟ علشان خاطر نسبه الميه اللي فيه بتكون كتيره، فطبعا انا بقلل نسبه الميه اللي فيه لما بيبات، ولما بتقدمه لهم طازه من غير ما تبيته بيجي لهم اسهال، فيفضل انك انت تبيته يوم يبقى افضل طبعا. يبقى كده البرسيم والجرجير والبيض والبطاطا والبطاطس. على فكره كمان الرز لو قدمت لهم الارز
ماشي مسلوق عادي خالص، انت معمول عندك جوه في البيت عادي خالص، تاخد منه معلقه معلقتين تحط قدامهم، هتلاقي بياكلوا الرز. يعني تقعد تحاول معاهم في كل انواع الاكل اللي عندك اللي موجوده في البيت، هتلاقيهم بياكلوا زي الفل. طبعا كل ما العصفور بياكل معاك وبيتغذى كويس، كل ما الانتاج هيكون ممتاز معاك. هتلاقي بعد بيوصل لسن البلوغ وخلاص، والذكر خاصه بالانثى، هيبداوا يبيضوا جوه البياضه. تمام، بيدخل الذكر الاول ويقعد يغازل الانثى ويصفر ويعمل نغمات، تعرف ان هو ده الذكر. بعد ما بيغازل الانثى طبعا بيبدا ان هو يكسرها، يعني بيخصبها يعني، وبعد كده بتدخل هي تبيض على طول. تاني يوم بتبيض وبترقد على البيض من 18 يوم ل 21 يوم. بعد كده بيطلع الزغاليل، وقبل ما يطلع الزغاليل لازم تحط لهم بقى هنا اهوت في الميه فلاجيل قبل ما البيض يفقس بخمس ايام. بتحط في الميه فلاجيل بشري، الفلاجيل دوت مطهر معوي معروف كلنا عارفينه طبعا، بتجيبه اللي هو شرب يعني، وتحط خمس نقط في الميه في المسقه ديت. تمام، وتسيبه عندهم يوم، وتاني يوم تغير. ده مهم جدا جدا، الفلاجيل ده هو ده اللي هيخلي الزغاليل لما تطلع ما تموتش. والرزق بتاع ربنا سبحانه وتعالى. واشكركم واتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.